السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ اخباركم ايه؟ معاكم الدكتورة هنيدة القط. بسم الله هنبدأ ان شاء الله. المحاضرة النهاردة هتكون سهلة وسلسة وجميلة، وهنخلص فيها شوية حاجات كويسين، لان الحاجات بقية الهيباتايتس بقى هيباتايتس فيروسز سهلة. تمام. طيب النهاردة ان شاء الله هنخلص بقية الهيباتايتس بي، وهناخد الهيباتايتس دي ونبتدي في جزء من الهيباتايتس سي. ما تستغربش وما تقولش دول كتير، لا خالص، دول شوية صغيرين وسهلين جدا. يلا بينا نبتدي. يلا، هيباتايتس بي قلناها بالتفصيل. تمام. طيب قلناها بالتفصيل الممل، وانا يا جماعه بحاول وانا بشرح لكم اقول لكم كل اللي عندي. تمام. يعني ايه؟ يعني ما بسلقش الناس، يعني مثلا مش مثلا اقول لكم فيديو 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعه. طب ما انا كده هبقى كاني بقول زي بقيه الناس اللي بتقول، صح كده؟ والناس بتطلع مش فاهمه. انا هنا مش مرتبطه بوقت، انا هنا بعملها تطوعي، انا بشرح اللي عندي. تمام. اللي عنده وقت يتفرج، تمام. اللي حاسس ان الامور تقيل عليه الامر يرجع له. طيب نكمل. هيباتايتس بي فيروس خدنا كل حاجه وناقص لها التريتمنت والانفكشن. بسيطه جدا جدا التريتمنت. بص، اولا انا ما عنديش سبيسيفيك تريتمنت، يعني انا ما اقدرش اقول لك ايه يا ابني اديله كذا وكذا عشان ده هيجيب الموضوع وينهي الموضوع ويخليه خلاص يحصل له كومبليت ريكفري. لا لا، ما عنديش الكلام ده. اولا اصلا عندك الماجوريتي بتاع الكيسز الجهاز المناعي بيتخلص منها اصلا. يعني يعني اغلب الحالات الجهاز المناعي بيتخلص من هيباتايتس بي. فاكرين مش احنا قلنا 85% من الحالات اسيمتوماتيك، يعني الجهاز المناعي بيخش يقضي على الفيروس ويخلصنا منه. طيب امال بقى احنا بنعمل التريتمنت ليه؟ عشان الناس الكرونيك، الناس اللي قلبت كرونيك مالهم دول؟ ايوه خايف عليهم، دول ريسك. امال يعني ايه؟ انا بقى مش عايز الامور تتطور، عايز اعمل ريديوس للريسك بتاع الناس دي. ايه بقى الموضوع؟ يتطور، نخش في الليفر ديزيز والكومبليكيشن، صح كده؟ وانت عارف الموضوع بينتهي هيباتو سيلولار ايه كارسينوم. مش عايزين الموضوع ده مش عايزين الموضوع يوصل لكده، يوصل لسرطانات وكلام من ده. تمام. طيب ده السبب اللي بيخلينا نشوف عليك. طب ايه هو بقى العلاج؟ فاكرين لما خدنا الانتي فايرال؟ خدنا لسته كده 8 مداخل نقدر ندخل الفيروس منهم. كان في مدخلين منهم للهيباتايتس بي. اول ما تسمع هيباتايتس بي على طول يجي على ودنك الانترفيرون على طول. تمام. طيب اللي هو بنعمل انهبت للفيرال ريبليكيشن، صح كده؟ بان احنا بنعمل انترفير مع الايه؟ مع الريبليكيشن بتاع الفيروس، صح كده؟ بايه؟ بالانترفيرون. تمام. طيب وايه تاني؟ وكان لنا مدخل تاني اللي هو النيوكليتيد انالوجز. فاكرين لما كنا بنحط له نيوكليتيدات مغشوشه ونحبط شغل الدي ان ايه بوليمريز، صح كده؟ يقول لك يا اخي حتى بيغشونا في النيوكليتان، والله ما انا شغال. تمام. طيب اللي هو ايه؟ ريبافاين، حلو كده. طيب ومندي اللي هو الايه؟ الليمي فيودين. تمام. طب حلو قوي، او اللامي فيودين زي الفل كده. التريتمنت خلصت، انا عندي الماجوريتي بتاعت الكيس اصلا الجهاز المناعي بيتخلص منها، بيتخلص من الانفكشن خلال 6 شهور والراجل بيبقى زي الفل. طب انا هعالج مين؟ الناس اللي قلبت كرونيك خوفا من ان الامور تتطور. طب هدي ايه؟ المدخلين اللي عندنا اللي هم بمنع الفيرال ريبليكيشن او بيحصل انترفير مع الفيرال ريبليكيشن، او بخش عن طريق ان انا اضرب النيوكليتيدات احط له نيوكليتيدات مغشوشه. تمام. وما انا احبط شغل الدي ان اي بوليمريز. تريتمنت صح. طب يلا نخش على البريفنشن. طيب البريفنشن والكنترول، بدايه اول ما نتكلم عن البريفنشن والكنترول لازم نتكلم عن الجنرال ميجرز، صح كده؟ ايه هي بقى الجنرال ميجرز يا شباب؟ اولا طبعا دي المفروض ان احنا ما نتكلمش، عيب علينا او ان احنا في 2021 بنقول ان احنا نعمل سكريننج للبلاد ترانسفيوجن. لا لا خالص، يعني دلوقتي جالك كيس الدم اكيد مش هتديه بعبله للي قدامه، حتى لو متوافقين في البلاد جروب ولا رايتش والكلام ده، صح كده؟ لا، انت بتعمل له سكريننج في فيروس، لا بلاش منه، بلاها يا عم الدم ده، ده ما هينقل لنا فيروس، صح كده؟ دي حاجه مفروغ منها، دي اللي هو الف به كده. تمام. طب ايه تاني؟ نبحث بقى عن الحاجات اللي تجيب لنا الهيباتايتس، ايه بقى الشك من الابر، التاتو، مش عارفه الحقن اللي هي الملوثه، الحاجات الهازارد اللي هو الشارب انسترومنتس، نبعد عن الحاجات دي، نتجنبها بقدر الامكان. اللي هو الابلاينج ابلاي زي انفكشن كنترول براكتس، يعني نحاول نتجنب كل الطرق اللي تقدر اللي تجيب لنا الانفكشن بتاع الهيباتايتس بي فيروس، صح كده؟ طب تمام زي الفل. واحنا حكينا في المود اوف ترانسميشن وبيتنقل ازاي، وعارفين ان هو بيكون موجود فيرال لود، صح كده؟ طيب ده الجزء الاولاني من البريفنشن. طب الجزء الثاني، في فاكسين؟ في فاكسين ومشهور جدا جدا وتقريبا موجود في كل حته وغالبا كده عندنا بقى ببلاش يعني. تمام. او بمبلغ رمزي جدا. ايه بقى قصه الفاكسين؟ ايه ده، هو ليه قصه؟ قصته ايه بقى؟
احنا بنستخدم بنعمل الفاكسين ده عن طريق الجينيتك انجينيرنج، الهندسه الوراثيه. ازاي؟ فاكرين الدي ان ايه ريكومبينيشن؟ لما بعمل ريكومبيننت من الدي ان ايه حكينا فيها كتير قوي ومحاضرات كتيره. بنعمل ايه بقى؟ جبنا الفيروس قلنا تعالى من الحلال احنا عايزين نتصالح مع بعض، جبناه وحمسناه، عملنا ايه بقى؟ ومدورنا على الجين اللي مسؤول عن الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، تمام؟ وقصنا من الفيروس، خدنا منه الجين ده اللي مسؤول عن ان هو يطلع لي الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، تمام؟ خدنا الايه الجين ده قصناه من الدي ان ايه، ورحنا جبنا بلازمه حبيبنا اللي بنستخدم ككلوننج فيكتور، تمام؟ ورحنا حطينا عليه ايه، قص والزق، قص حط الجين بتاعك الزق، صح كده؟ طيب وجبنا يست سيل، ما احنا لازم ندخلهم بقى في حاجه حيه، صح كده؟ مش دي الخطوات اللي كنا حكينا فيها كذا محاضره؟ طيب دخلناهم في اليست سيل، قوم البلازميد قال لك ايه، ايه ده، ايه الواد اللي عندي ده، مين ده؟ قالوا له ده يا عم ده عيل صغير بقى خليه معانا ومش عارف ايه، اعتبره من ضمن الجينات بتاعته، تمام؟ فقوم عمل ريبليكيت، قوم طلع لي هيباتيتس بي سيرفيس ايه بروتين، وما احنا استخلصنا الهيباتيتس بي سيرفيس بروتين ده وعملنا له بروفيكيشن وعبيناه واديناه ايه فاكسين للناس. عشان كده الهيباتيتس بي فاكسين دايما يجي لك في السؤال يقول لك ايه الهيباتيتس بي فاكسين معمول عن طريق مش عارفه، يقول لك ايه لايف اتنويتد، مش عارفه ان اكتيف، ويقعد يحكي لك لا هو معمول بالدي ان ايه ريكومبينيشن او بالجينيتك انجينيرنج، تمام؟ او الريكومبيننت اوف ايه دي ان ايه، اوعى تنساها، تمام؟ عشان كده حتى الاسم الفاكسين انج ريكس، تمام؟ كان التاني اسمه ايه هاف ريكس، فاكرين هاف ايه ريكس اللي هو بتاع هيباتيتس ايه، تمام؟ ده انج ريكس، انج اللي هي جايه من انجينير، جينيتك انجينيرنج، تمام؟ طب وفي توين ريكس اللي هو هيباتيتس ايه وبي مع بعض في فاكسين واحد، تمام؟ طيب يبقى لما يجي يسالك الهيباتيتس بي فاكسين، هيباتيتس بي فيروس، هيباتيتس بي اللي هو الفاكسين المضاد لهيباتيتس بي معمول منين، يقول له جينيتك انجينير بالهندسه الوراثيه، الدي ان ايه ريكومبينيشن، تمام؟ انه احنا خدنا الجين حطيناه على بلازمت، دخلنا البلازمت جوه بيولوجيكال جوه حاجه حيه يست سيل، عمل ريبليكيشن استخلصناه، استخلصنا الهيباتيتس بي سيرفيس بروتين، تمام؟ وايه عملنا له بروفيكيشن وعملنا فاكسين. طب حلوه، طب الفاكسين اتاخد لمين؟ بيتاخد بجرعات قد ايه؟ بيتاخد 3 جرعات. بالنسبه للاطفال الصغيرين بيتاخد من ضمن جدول التطعيمات بتاعتهم اللي هو 2 4 6 عن شهرين عن 4 شهور عن 6 شهور. طب حلوه، طب لو انا مثلا دلوقتي في المعمل وبسحب لمريض عينه، عينه الدم، وبعد ما سحبت العينه تمام جيت بقى بحط بقى الغطا بتاع السرنجه بقى وحوليت ورحت دخلتها في صباعي، تمام؟ اعمل ايه وانا عارف ان عرفت ان المريض ده هيباتيتس بي؟ طيب لو انا مش متطعم، لو انا مش واخد فاكسين، اجرى على طول خد الفاكسين بس كده، لا لازم تاخد معاه حاجه ثانيه بس خلينا في الفاكسين دلوقتي، اجرى خد الفاكسين. طب اخد كام جرعه؟ خد 3 عند زيرو، زيرو دي يعني اول مره هتاخد فيها الفاكسين، وبعد كده بعديها بشهر، وبعد كده بعديها بست شهور، ادي 3 0 1 6 ده بتاع الانفنتس، تمام؟ اللي هم الايه الاطفال، مالناش دعوه انت مع جدول التطعيمات 3 جرعات. لكن سيادتك بقى انت مش ما طعمتش، بتتعامل مع الدم وخايف على نفسك وانفكسينيد ما طعمتش قبل كده، خد عندي زيرو يعني اول مره تاخد، وبعديها بشهر، وبعد كده بست شهور. حلو كده؟ طب تمام. طب دي حاجه اسمها اكتيف اميونايزيشن، وضحناها في السيستماتيك بكتيريولوجي. اكتيف يعني بيشتغل وياخد وقته عبال ما ايه، عبال ما يعمل استيميوليشن للاميون سيستم، عبال ما يقول له يا عم صح صح انا موجود، عبال ما يكون ضده انتي بادي، تمام؟ طيب الولد اللي اتشك ده اتشك بالابره والراجل كان عنده هيباتيتس بي، هسيبه للفاكسين؟ طب ما الفاكسين ياخد اسابيع عبال ما يشتغل. طب ما انا اقدر اعمل حاجه عشان امنع ايه، امنع ان الفيروس يروح يمسك في الريسبتور بتاعه، صح كده؟ ما انا لازم امنع انتشار الفيروس في الاول كده، وبعدين اديله الفاكسين يكمل. لاني اعمل ايه بقى؟ اديله اميونوجلوبولين جاهز. الاميونوجلوبولين ده اسمه باسيف اميونايزيشن، تمام؟ يعني باسيف اميونيتي يعني حاجه جاهزه كده، خد حاجه تكويه على طول، ديليفري، خد يا عم عايز بيتزا خد البيتزا اهي، تمام؟ يقوم يخش الانتي بادي ده يشتغل، يروح ماسك على طول في الفيروس، يمنعه ان هو يعمل اتاشمنت في الليفر سيل، وبعد كده وبديله الفاكسين، تمام؟ طب انا يبقى انا هنا الفاكسين اي حد عايزه ياخده مفيش مشكله، 3 جرعات 016 وفي الاطفال 246 مفيش اي مشكله. طب بالنسبه بقى ادي لمين الاميونوجلوبولين؟ لحالتين، الواد اللي مولود لام اصلا انفكتد بهيباتيتس بي فيروس، يا عم اديله الاميونوجلوبولين ليه؟ عشان تمنع انتشار الايه الفيروس. طب ما يا عم ما اديله فاكسين، يا عم اديله فاكسين بعديها،
اصل مشكله الاميونوجلوبولين ده شورت ديوريشن، بياخد فتره قليله وبعد كده خلاص بيمشي، تمام؟ فاحنا نديله الاميونوجلوبولين عشان يمنع انتشار الفيروس لحد ما الفاكسين يعمل ستيميوليشن للميون سيستم، يقول له تعالى يا عم حاربني واعمل ضدي وكون انتي باديز ومش عارف ايه، صح كده؟ يبقى نبتدي بالاميونوجلوبولين وبعد كده ندي الايه الفاكسين، تمام؟ طيب، وبرده نفس الواد اللي زي ما قلت لكم تشك بالابره وهكذا، صح كده؟ حد شك ان هو مثلا بتاع التاتو اللي هو عملها دي ما كانتش تمام، يروح على طول، او شخص اصلا ما طعمش وتشك، روح اديله اميونوجلوبولين وبعد كده فاكسين، تمام كده؟ طيب كده خلاص كده تمام، هيباتيتس بي فيروس خلصنا التريتمنت والبريفنشن، حلو؟ طيب ليه دايما بناخد هيباتيتس دي بعد بي على طول؟ فاكرين ايه واي؟ ايه واي فاكرينهم، كانوا مع بعض على طول، كانوا شبه بعض ومش عارف ايه، ونفس المود اوف ترانسميشن، وكان نفس الدياجنوز وكل الحوارات، كان ايه بيزيد حته بس عنه؟ ما هو ده كده هكذا برضو، ايه مع ايه وبي مع دي. طب تعالى نقول دي بقى، دي صغير جدا وسهل ما فيهوش الا كام كلمه، ماله بقى؟ بيقول لك ان هيباتيتس دي فيروس ده انفلوب، تمام؟ انتوا خدتوا حاجه نان انفلوب؟ الاي والاي، الاي والاي كانوا نون انفلوب لانهم بيخشوا اورال، تمام؟ لو بالانفلوب دخلوا يعني زي ما بيقولوا كده الجاستريك اسيدز هتقطعهم، صح كده؟ والحاجات اللي في الانتستين والانزيمز والكلام ده هيقطعوهم، تمام؟ فعشان كده ايه نون انفلوب، اعرفها كويس. لكن دول ما لهمش علاقه بالاورال والكلام ده، فهيبقى انفلوب. حلو، ار ان اي ولا دي ان اي؟ اصلا الهيباتيتس فيروس كلها ار ان اي ما عدا الهيباتيتس بي الوحيد اللي دي ان اي، صح كده؟ واضطرنا نحطه معاهم لان هو البرايمري تارجت بتاعه او المين سايت اوف انفكشن اللي هو الايه الليفر، فجمعناهم مع بعض، تمام؟ طيب سنجل ستراند ار ان اي دلتا فيروس، تمام؟ ممكن بقى الدي ده عشان هو دلتا يعني اي بي سي دي الرابع دي فسميناه دلتا، او بقى الحاجه الاوقع الاوقع بقى ان هو ديفكت، ديفكتيف فيروس. يعني ايه؟ معلش يعني سامحني يا عم دي، فيروس ناقص. ايوه كده ناقص، صح كده، احنا عندنا ناقص دي شتيمة، تمام؟ طيب الفيروس ده معلش لا مؤاخذة يعني ناقص، ازاي بقى ناقص؟ يعني ايه؟ يعني اول ما تسمع هيباتيتس دي يجي على طول في صاحبك اللي هو ديفكتد على طول، تمام؟ هيباتيتس بي ده ناقص، يعني ايه ناقص؟ يعني الراجل ده ما بيعرفش يكمل الريبليكيشن سايكل بتاعته، ايه ده؟ ازاي يعني انا ما بعرفش اعمل ريبليكيشن؟ لا، ما بيعرفش يكملها للنهاية فخلاص ما يقدرش يعمل ريبليكيشن لوحده. يعني ايه اللي ناقص عنده؟ الجينز اللي بتطلع الانفلوب بروتين مش موجوده عنده. طب في اللحظه دي يعمل ايه؟ هيحتاج مساعده، صح كده؟ طب هياخد المساعده من مين؟ الهيلبر من مين؟ من ده. معقوله؟ ايوه معقوله. ده ما يتواجدش الا مع ده او بعدين، يعني لازم هيباتيتس بي فيروس يكون موجود عشان ده يعرف يشتغل. ليه؟ ده يروح لهيباتيتس بي فيروس يقول له ايه؟ معلش يا كبير، مزنوقين بس في الانفلوب بروتين. يقول له عينيا يا اخي عيب، ما تقولش كده، ده انت اخويا الصغير، ادوا له على الانفلوب بروتين. اهو هكذا، ده ما بيقدرش، ما عندوش الجينز اللي بتعمل انفلوب بروتين ياخدها من ده. يبقى ده بيشتغل هيلبر لده، صح كده؟ يبقى ده كده بيشتغل هيلبر مساعد للدي، صح كده؟ ليه بقى؟ لان الدي ديفكتيف فيروس ما يقدرش يعمل ريبليكيشن لان ما عندوش الجينز اللي بتطلع الانفلوب ايه بروتين. طب بالله عليك ده قال له ايه يا جدعان؟ ادوا له انفلوب بروتين اللي هي مين؟ اللي هي الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، مش ده اللي موجود على السيرفيس بره، صح كده؟ طيب يبقى ده يقول لهم ايه يا جدعان؟ احنا بنصنعه بالزياده، احنا هنستخسر في اخونا برضو، ادوا له يا جماعه شويه، تمام؟ يقوم مديله هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين. طب حلو قوي، يجي في بالك سؤال دلوقتي، يعني دلوقتي ده بيخش امتى؟ يا يخش مع ده تاخد البوث انفيش، تاخد واحد ومع التاني هديه، اوفر يا عم، انت عايز ايه؟ خد هيباتيتس بي وعلينا دي يا عم، يلا من عندنا، ايوه كده. البوث انفيكشن هتحصل لك اكوارد الاثنين مع بعض ات ذا سيم تايم، او كو انفيكشن سوبر انفيكشن، يعني ده دخل وبعد كده دخل بعديه، لكن ما ينفعش العكس لان ده ما يقدرش يعمل ريبليكيشن اللي في وجود ده. يبقى ده الاساس، ده موجود يا اما الاثنين يخشوا مع بعض يا اما ده يخش بعد ده، تمام؟ يبقى كانه كو انفكشن، يعني انفكشن زياده، تمام؟ طب حلو قوي. طب المود اوف ترانسميشن، لا خلاص بقى انا بقول لك ده زي الهيباتيتس بي، قيس بقى على اللي احنا قلنا عليه، نفس المود اوف ترانسميشن، تمام؟ وعرفنا ان هو يا يخش معاه، صح كده؟ يا يخش بعديه،
يا اما في ذا سيم تايم يا اما كو انفكشن او ايه سوبر انفكشن. حلو كده. طب الدياجنوزس نفس الكلام، هشوف هيباتايتس دي انتي باديز، هشوف اللي هو الدلتا انتيجين، هشوف الفيرال دي انتي اي بالبي سي ار عادي جدا زي الهيباتايتس بي. احنا كان اهم حاجه عندنا واهم سؤال هيجي لك واهم حاجه انت لازم تعرفها ان هو ديفكتيف فيروس. ليه ما بيقدرش يكمل الريبليكيشن سايكل بتاعته؟ لانه ما عندوش الجينز اللي بتعمل انفلوب بروتين. ياخدها من مين؟ ياخدها من اخوه، يبقى بياخد منه ايه؟ هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين. صح كده. طيب خلاص كده. طب الدياجنوستس عادي، هو هو الكنترول. عايز تمنع ده امنع ده، ما هو ده معتمد على ده. لو انت منعت ده مش هيقدر يكمل. يبقى لو عايز اتكلم على الكنترول يبقى اتكلم على الكنترول بتاع البي، لان ده كو انفكشن بيخش بعديه او يخش معاه. فعدم وجود ده ده ملوش اي 60 لازمه، مش هيقدر يعمل الريبليكيشن سايكل بتاعه. خلاص كده. طب حلو كده خلصنا بي ودي، خلصنا اي اي بي دي صح كده. تعالوا على السي بقى، هناخد منه جزء ونكمله ان شاء الله المره الجايه. طب عشان الناس سالت على سي كتير قوي مع انه بسيط، تعالوا بقى نشوف ايه هيباتايتس سي فيروس. ولما نيجي نتكلم عن هيباتايتس سي فيروسز لازم نفتكر ايجيبت، بلدنا العظيمه مصر. ليه بقى يا ست كده؟ ده بلدك، ما تقوليش كده. لا ما اقولش كده، الناس كلها بتقول كده يا ابني مش انا بس. طب تعالى نشوف مالها بقى مصر وهيباتايتس سي. تمام. طيب اولا انفلوب، مش هتكلم سنجل ستراند ار ان اي، مش هتكلم برضه ماليش دعوه. تمام. تبع عيله اسمها نسيت اكتب لكم، فلافي فيروسز. فلافي دي يعني ايه؟ فلافي يعني اصفر، يعني العيله دي كل الممبرز اللي فيها بيعملوا جندس. جندس دي يعني بتلون العين، بياض العين يبقى اصفر والجلد يبقى اصفر. صح كده. طيب عشان كده سموه فلافي فيروسز. الهيباتايتس سي من عيله فلافي فيروس. احنا اتفقنا الاول ان الهيباتايتس فيروسز دول من عائلات مختلفه واجتمعوا على هدف واحد الا وهو الليفر. صح كده. طيب يبقى ما نستغربش لما نقول ده دلتا فيروس، ده هيبادنا فيروس، ده فلافي فيروس، التاني كان كالسي فيروس، بيكورنا فيروس. صح كده. طب تمام. وهنا العيله اسمها فلافي فيروسز صح، وفلافي يعني اصفر، يعني عيله الممبرز اللي فيها بيعملوا جندس. الجندس اللي هي الصفرة تبقى في العين، بياض العين، وفي الايه في السكين. طب تمام حلو قوي لحد كده زي الفل، مفيش اي مشكله يا ستي. ايه المشكله بقى؟ عندك الهيباتايتس سي فيروس 6 جينوتايب. 1 2 3 4 5 6. حلو زي الفل، 6 جينوتايب. وفي منهم متقسم لسب تايب، يعني مثلا 4 يبقى A وB وC وهكذا. تمام. يبقى هم 6 جينوتايب والجينوتايب متقسمه لسب تايب. حلو مفيش مشكله. ايه يا بقى يا ستي؟ طب تعالوا بقى نخش على ايه، على مصرنا الحبيبة. أعلى نسبة هيباتايتس سي فيروس في العالم عندنا في مصر. ودي لها أسباب هوضحها لكم. أعلى نسبة هيباتايتس سي فيروس في العالم عندنا في مصر. ده احنا عندنا بقى ايه؟ الابتلاء مركب من ثلاث حاجات. يعني ابتلاء مركب. تمام؟ ربنا مدينا ابتلاء مركب بهيباتايتس سي فيروس ده. أولاً عندنا اعلى نسبه هيباتايتس سي في العالم. تاني حاجه يقول لك ايه بقى؟ الجينوتايب 2 و3 دول يتعالجوا بالانترفيرون زي الفل. حلو قوي قوي. وواحد اقل منهم شويه بس برضه ماشي مع الانترفيرون. 4 ريزيستنت للانترفيرون. واحنا بقى عندنا الجينوتايب الرابع ده 4. ده كمان عندنا الايه؟ السب تايب بتاعه الايه اللي هو ارخم وارخم. ادي تاني ابتلاء في نفس الحاجه. اعلى نسبه هيباتايتس سي في العالم عندنا الجينوتايب 4 سب تايب ايه اللي هو اصلا ما بتعالجش بالانترفيرون. الماجوريتي اوف كيسز اغلب الحالات هيباتايتس بي جينوتايب 4 ايه. تمام. ادي تاني ابتلاء. تمام. اول ابتلاء ان احنا اعلى نسبه في العالم وده تاني ابتلاء. تالت ابتلاء ان تقريبا نص الحالات بتقلب كرونيك اكتيف هيباتايتس، يعني تنتهي بالليفر سيروزس او هيباتو سيرر كارسينوما. ادي ثلاث ابتلاءات في حاجه واحده. اول ابتلاء اعلى نسبه في العالم عندنا في مصر، عندنا الجينوتايب التنح، ايوه التنح اللي هو الجينوتايب 4 سب تايب ايه، ونص الحالات تقريبا بتقلب كرونيك اكتيف وتنتهي ليفر سيروسس او هيباتو سيرر كارسينوما. تمام. طيب فده من الد اعداد. قبل ما نتكلم بقى، طب مش نعرف ايه السبب اللي خلى هيباتايتس بي فيروسز هيباتايتس سي اسفه منتشر قوي عندنا في مصر كده؟ طيب
هو احنا هيباتايتس بي ده اكتشفناه امتى او اكتشفوه امتى؟ سنه 1989 تمام. طب حلو، طب وقبل كده قبل 89 ما كانش موجود؟ لا كان موجود، احنا اللي ما كناش عارفينه، صح كده؟ طيب قبل 89 بقى الناس مش كان بيحصل لهم بلاد ترانسفيوجن؟ واحد يا عم دخل عمليه، وفي مين فينا ما وردش على ان هو عمل عمليه نقل دم مش عارف ايه وهكذا؟ طيب لما كانوا بيعملوا عمليات زمان وينقلوا لهم دم ما كانش عندهم حاجه اسمها، ما كانش عندهم خلفيه عن الهيباتيتس سي فيروس. فهلا بيلا لو انا عندي سي نقلته لسيادتك ده عن غير قصد، احنا ما نعرفش اصلا ان في حاجه اسمها هيباتيتس سي. ومن الناس دي بقى الفيروس قعد دورمنت فيهم فترات طويله، لما كبروا لقينا نسبه كبيره قوي قوي من الهيباتيتس سي فيروس موجود عندنا. ليه؟ لان احنا ما كناش نعرف اصلا هو موجود، لدرجه ان هم كانوا بيسموه اللي هو بوست ترانسفيوجن او بوست ترانس مش بوست بلاد ترانسفيوجن، يعني اللي هو بيجي بعد البلاد ترانسفيوجن. احنا ما كناش نعرف عنه حاجه، يعني تقريبا في التسعينات لما اكتشفوه. طب ليك انت تخيل بقى اللي قبل كده كل اللي كان عنده فيروس كان بيديله التاني في البلاد ترانسفيوجن، يا هلا بقى، عشان كده النسبه زادت. طب ده اول حاجه. ايه تاني حاجه؟ احنا كان عندنا في مصر البلهارسيا منتشره جدا، تمام. طيب كانوا بقى بيعملوا زمان الحقن الكبيره دي بقى، كل واحد يعدي ياخد الايه الجرعه بتاعته، ما انا بشيلها من هنا واحطها في ده، شيلها من ده احطها في ده، لو ده عنده فيروس يبقى الطابور كله خد الفيروس. عشان كده احنا عندنا اعلى نسبه ايه هيباتيتس سي فيروس، تمام، اعياء الى السببين اللي احنا اللي انا ذكرتهم دلوقتي. المود اوف ترانسميشن، احب انا ابتدي قوي بالانون. ليه؟ عشان ما تفتكرش بس ان انت لا بقى ده انت ايه ده احنا وصلنا في العلم الايه. لا بص بقى، الروت اوف ترانسميشن انون بنسبه 40% من الناس الانفكتد، يعني 40% من الناس اللي عندهم هيباتيتس سي احنا مش عارفين جالهم ازاي. 40% 40% دي نسبه مش قليله خالص، 40% يعني قربنا عند النص. يبقى اول حاجه تعرفها في المود اوف ترانسميشن 40% انون، اصلا مش عارفين. طيب هو بيتنقل عن طريق اي حاجه تتحقن بقى، وبص بقى بلاد الشارب انسترومنت شبه الهيباتيتس بي شويه، فيما عدا ان هو انكومن مش شائع انه يتنقل من الام لابنها او يتنقل سيكشوال، تمام، ممكن يتنقل بس مش شائع زي الهيباتيتس بي، تمام. يبقى هو بقى يتنقل عن طريق بقى البلاد ترانسفيجن، وعيب نقولها، ما يصحش، عيب، الناس تعيب علينا لما نبقى في 2021 ونقول ان هيباتيتس سي بيتنقل عن طريق البلاد ترانسفيجن، لان بيحصل سكريننج المفروض للبلاد اول ما بيتاخد على طول، تمام. ومن اهم الحاجات هيباتيتس سي، صح كده، احنا عايزين نقلص النسبه مش نزودها. عيب قوي لما نقول بنتنقل عن طريق البلاد ترانسفيجن، لان احنا بنعمل حاجه روتينيه، بنعمل سكريننج للايه لكيس الدم لما بناخده، صح. طيب بقى اللي هو بقى اللي هو الشارب انسترومنت بقى الهازارد اللي هم الموس في الحلاقه، الناس اللي بتعمل بقى تاتو وحبيبي وحبيبك ويرسم مش عارفه والكلام ده، والناس اللي بتخرم في مناخيرها ومش عارف كل الحاجات دي، اي حاجه حاده بتخش من دم، بتخش تجيب دم من دم لدم من شخص، خلاص كده اتنقلت. واحنا عرفنا وحكينا في القصه بتاعت المود اوف ترانسميشن دي، تمام. المهم عندي في المود اوف ترانسميشن احنا عارفين ان هو بيتنقل عن طريق اي حاجه اللي هو بص بقى بيقول لك ايه برينترال، يعني برينترال الحاجه اللي هو الحقن بقى ايا كان بقى زي ما قلنا قبل كده، تمام، يعني اي حاجه فيها بلد. بس خد بالك الهيباتيتس سي برضه بيحتاج لارج دوز شويه مش زي الهيباتيتس بي، تمام. طيب وقلنا الانكومن اللي مش شائع انه ما بيتنقلش سيكشوال، مش شائع لكن ممكن يتنقل، لكن قليل قوي، او يتنقل من ام لابنها. وزي ما قلنا نرجع ونقول ان 40% من الحالات الانفكتد احنا مش عارفين انون المود اوف ترانسميشن بتاعتها، تمام. ان شاء الله باذن الله المره الجايه نخلص هيباتيتس سي ونبتدي في الهيف، تمام، اللي هو الريترو فيروس. كده خلصنا، واتمنى تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.